اسمه، هي المحاضرة مش هتبقى طويلة، هي بس شوية كيسز، يعني 9 كيسز نراجع بيها حاجات من الشيست، تفتكر بس بيها حاجات من الشيست، وازاي بنفكر يعني، او ازاي بنوصل للدايجنوز يعني. دي حالة يعني عيانة عندها 39 سنة، كانت جاية لها عندنا بتشتكي من recurrent chest infection، عملت chest x-ray طلع فيها opacity موجودة في left lung. بس واحنا ماشيين كده لقينا ال lesion الموجود هنا ده غلط. طيب انا لو ليجن زي ده انا اوصفه كانه ايه يعني خلاص؟ فانت ده بالظبط جينز، بالظبط جينز از ويل ديفايند ليجن، سو ان تشيست ويل ديفايند ليجن يقال عليه ماس، هو كبير اكبر من 2 سنتي، هو اللي بيتنزل ده هو عليه مديول خلاص، ما دام هو ويل ديفايند. لو هو لو هو ان ديفايند، لو انا ان ديفايند يبقى بتكلم على كونسولديشن خلاص. طيب فده العينة دي عندها well defined mass lesion موجود in the basal segment of the left lower خلاص. طيب من ضمن الكرايتيريا اللي احنا بنبص عليها في الماس او نوديولز، بنبص عليها في signs of malignancy، signs of malignity اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هنبص عليها لازم نبص عليها في الميديستالين ويندو عشان نشوف الاتينيويشن بتاعها. طيب هي اتعملت بالسبغة خلاص، والليجن اهو اللي احنا شايفينه ويل ديفايند هاند، مش واخد صبغه جامد خلاص. بس في حاجه مميزه قوي دي، شايفه ده باسكر ايه اللي باسكر؟ في فيسلز رايحه من الاورطه رايح للريجن بالظبط. ما دام لقينا الليجن ده في فيسلز فيلينج فيسلز جايه من الاورطه رايحه للليجن، يبقى جاي بلاد سبلاي من الاورطه، يبقى ذيس از على طول بالمونري سيكوستريشن. بالظبط، يبقى ده اول حاجه. يبقى بس هي القاعده بتقول لو لقيت ليجن رايح له بلاد سبلاي او رايح له فيدنج ارتريز من الاورطه للشيست، يبقى ده بالمونري سيكوستريشن، ده اول قاعده. نبدا نشوف اذا كان ده انترا لوبر ولا اكسترا لوبر، بنعتمد على ايه؟ انترا لوبر او اكسترا لوبر بالظبط. نبص على الفينس ترينج، انا هوريك بس هنا الكرونر بالظبط صح. بس لو هو draining into the pulmonary vein يبقى ده interlobar، لو هو draining into the systemic vein يبقى this is an extralobar. دي اكتر حاجه solid نقدر نبقى في الاشعه يعني نقدر نفرق ما بين الاثنين. طيب الليجن اهو خلاص، شايفين في هنا، شايف ده الفين اهو بالظبط، طالع منها رايح فين؟ رايح into the pulmonary veins into the left atrium. So this is interlobar type. يبقى this is pulmonary sequestration intralobar A intralobar time. ومجرد ان احنا عرفنا ان الليجن رايح له تمام الله يبارك فيك، بقولك ايه؟ عامله ايه؟ شايفه النشاط والحيوية؟ لا خلاص. فده بمجرد ان احنا عرفنا ان الليجن رايح له ارتري من البلاد سبلاي من الاورطة اللي هو البلمونري سيكوستريشن، نبدا ندور اذا كان انتر لوبر او اكسترا لوبر. عرفنا ما عرفناش، هنا الليجن واضح ان هو دريننج باي بلمونري فين، سو اتس انتر لوبر تايب. لو ما عرفناش بنقول اتس بلمونري سيكوستريشن وخلاص. طيب هل يشترط ان البلمونري سيكوستريشن يبقى ماس؟ لا، البلمونري سيكوستريشن ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يبقى ماس، ممكن يبقى كونسوليديشن، ممكن يبقى مديو، اي حاجه. اللي يشترط فيه انك لو لقيت الليجن ده رايح له لا سبلاي جت من ايه؟ من اول تمام. يعني دي برضو كانت جايه بتشتكي من ديسنيا وحاجات كده بقى لها فتره يعني خلاص. هو عملت سي دي تشيست ده، شايفه ايه؟ بالظبط بالظبط، اللانج لونين، اللانج لونين ده بقول عليها كده من غير اي حاجه، ده موزايك باترن. اللانج لونين
لونين يعني، هي فيها ابيض واسود يعني، او فيها اختلافات كده، دي اسمها ايه؟ موزايك باترن. ابدا دلوقتي مش بالاتريبيوشن، بقول موزايك باترن خلاص. طيب ابدا بقى ابص على ايه؟ ابدا ابص على الاسود، الحاجات السوداء دي بالظبط. قبل ما اشوف كده اتاكد هل هي نورمال فاريانت ولا لا ده حاجه اب نورمال. اعرف ازاي؟ لو لقيتها لا قبل كده، لو لقيتها واخده اكتر من لوب يبقى this is a حاجة abnormal خلاص، او حاجة significant، ده ابدأ بقى ادور عليها فعلا. فابص عليها لقيت ان الموزايك باترن ده واخد واخد دي الناحيتين واكتر من لوب، ومنطور في بقى كل معظم الايه، معظم اللاين في ناحيتين، فدي حاجة غالبا هتبقى حاجة abnormal. ابدأ ابص في الاسود ده، الاسود ده فعلا هل هو abnormal فعلا ولا لا؟ ازاي ان انا ابص على الفيسيبلونيت اريا بالظبط، الفيسيبلونيت اريا اللي موجوده في الاسود دي هل هي كويسه ولا اتنيويتد؟ حقيقه هنا لو بصينا على المنظر زي ده مثلا، هنا مفيش فيسيب خالص، ففعلا الحاجات السوداء دي الفيسيب فيها لو بقارناها بحته الارض بيضاء لا الفيسيب فيها اتنيويتد، فدي غالبا تزن اب نورمال. يبقى ده الاسود ده فيه مشكله. طب الاسود فيه مشكله ده حاجه من اتنين، لا اما يكون اير ترابنج، لا اما يكون هاي برفيوجن اللي هو بيسموه موزايك برفيوجن بالظبط. طيب ازاي فرق بين الاثنين؟ بالظبط. ابص بقى على الاذر اسوشيتد فايندنج، اللارج اير واي هل في اذر برونكيتيك تشينجز؟ هل في تري ان بات؟ هل في اي حاجه من الحاجات دي؟ الحقيقه انا مش شايف صح، يعني مش شايفين برونكيتيس، مش شايفين ثيكن برونكيال وول، مش شايفين تري ان بات، مش كل الكلام ده مش موجود خلاص. طيب ابص على الفيسلز، هل فيسلز كويسه ولا فيها كبيره لارج ان سايز ولا فيها ثرومبس صح؟ ابص كده لقيت ان شويه البلمونري، مقاس البلمونري شويه كبير نسبيا، لو انا بكلم بالظبط البلمونري ان ريليشن للاورطه ما ينفعش يبقى البلمونري اكبر من الاورطه بس ان الاورطه، فهنا البلمونري ترانسفيرس ده لو بص هو المفروض ان ده انت بتاعه ما يزيدش عن 2.9 مللي خلاص، 2.9 سنتي يعني ما يزيدش عن 3 سنتي خلاص، لو 29 مللي خلاص 2.9 سنتي، لو زاد لو بقى 3 او اكتر يبقى ليس بابونري هايبرتنشن خلاص. انا برفلي من غير ما اقيس بقارنه بالاورطه اللي جنبه، ما ينفعش ان يبقى اكبر من الاورطه اللي جنبه، لو هو اكبر من الاورطه يبقى ده اكيد البابونري كبير، ففي هنا سم سورت اوف بابونري هايبرتنشن والبابونري ارتري كبير. فانا برجح ان الاسود ده غالبا راجع ليه موزايك هايبر برفيوجن صح؟ طيب عشان اكون متاكد اعمل ايه في الحاله دي؟ بالظبط الحاله دي لو انا مش عايز مش انا كتبتها ان لايك سجستد ان ده ممكن يكون موزايك برفيوجن ولا انا سكن ليه بالمونري هايبر تنشن. طيب لو انا عايز ابقى متاكد 100% اعمل ايه؟ اعمل اكسبيراتوري. لو لقيت في الحاله دي توقعين لو احنا بنشوف كده هتبقى زي ما هو او بالعكس بدل تقل. اما في العينين بتوع الموزايك في الاير ترابنج هلاقي ان الاسود ده بيزيد خلاص. فده الالجوريزم في الحاله اللي بتيجي فيها بتاعت الموزايك ايه؟ الموزايك باترن اللي هو اللون بتبقى لونين ماشي؟ انت عارف احسن حاجه انك مذاكره يعني، دي احسن حاجه. المحاضرات دي الحقيقه انا مسكين منها جدا والله العظيم، ربنا يبارك بجد يعني. مع عمري ما حد شاف بالطريقه دي من الموضوع يبقى مفهوم، ويعني انا بحس ان انا يعني التجميعه دي مفهومه. يعني انا نفسي ما بطلش المحاضرات دي، خلص كله ربنا يسهل ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. يعني اول مره كانت ده يعني الحمد لله صغير طب الحمد لله الحمد لله. المرة الجاية غالبا هيبدا جوي تي غالبا ان شاء الله. طيب دي برضو عيان او عيانة جاية بتعمل شيست كاروتين يعني خلاص، وبعدين واحنا بنعمل الاكزامينيشن لقينا الميول بالمر ديود خلاص. طيب البرمونري ديول دي قعدنا نبص عليها برضه زي ما قلنا اي برمونري ديول بنبص عليها بنبقى خايفين او بنحاول نكسكلود ان تكون مالجنت، لان احنا البرمونري ديولز بالنسبه لنا في الشست السوليتري برمونري ديول البروجينيك كارسينوما دي بتحط رقم واحد خلاص. فبنبدا نبص على كريتيريا اوف مالجنسي، هل هي سبيكيوريتد اوت لاين؟ هل هي شد على السراوند؟ الحاجات اللي احنا قلنا هل واخده انهانسمنت؟
هل هي عامله تذرنج بالسراوند، كل الحاجات دي بنبص عليها، والنيكسوكلود السايز بتاعها قد ايه. فاحنا بصينا ما لقيتش انا اي حاجه من السانز اوف مالجنسي موجوده خلاص، والليجنز از فيري ويل ديفايند وبتاع، بس دايما بنبقى قلقانين، وفي الحاله دي بنقول العيان ده فور اوت خلاص. بس كنت قبل ما قلت العيان ده كنت قلت لكم قبل كده ان احنا بنقلب نشوفها في ميديا سان ويندو ونشوف الاتنيويشن بتاعها عشان لو فيها فات دنسيتي. صح؟ بالظبط. الحقيقه العيان ده هو للاسف هنا مش انا مش جايب الفوليوم، بس هو في الفوليوم بتاعها انا قست كان فيها حتت، فيها الحته اللي بتاع دي كانت اوكي بالظبط، وقسنا لقينا ان فيها فات دنسيتي، وبالتالي العيان ده دايجنوز ان هو برمودا هيماتوما، ووفرنا عليه الفولو اب بتاع الفولوتيب فولو اب، لان زي ما قلنا بريزنس اوف فات ان بالمونري نيديول ات از ا دايجنوستيك اوف بالمونري هيماتوما، ومش محتاج ان انا اعمل العيان ده فولو اب خلاص. فمن ضمن الحاجات او القواعد قبل ما تقولوا في بالمونري نيديول ان احنا نعمل لها فولو اب بعد ما تكسكلود كل الحاجات بتاعت المالجنس، لازم تبص على الاتنيويشن بتاعها وتبص عليها غالبا لا غالبا ما بيبقاش خلاص. وفي بعض السندرومز ممكن يبقى فيها مالتيبل هيماتومز، بس يعني ده نادر وهيبقى الموضوع واضح، يعني الموضوع هيبقى واضح، بس مش هنخسر حاجه ان احنا نقلبها صوت ونشوف الاتنيويشن بتاعها. ماشي. لاين كبير شويه في السن خلاص، و استني اشوف لك حاجه قبليها كده. عندنا حاجه لاين كان كبير في السن حوالي 63 سنه، وكان هيفي سموك خلاص، واحنا نازلين لقينا المناظر دي. ايه المنظر ده بالظبط؟ اللانج تحس ان هي مقطعه كده، فيها فيها خروم خلاص، ليوسنسي كده. الليوسنس دي الاهم منها ان هي ملهاش وول خلاص، وانس ان هي ما بقاش ليها وول يبقى ذيس از امفيزيما، لو ليها وول بقى سيست خلاص. فدي هي دي الحاجه المهمه. فالحاجات اللي موجوده دي دي ار امفيزيماتيز تشينجز. الانفيزيما زي ما انت قلتي ان هي غالبا سنتر لوبلر انفيزيما، وسنتر لوبلر انفيزيما دي بتبقى مع عين السموكينج، وبتبقى بريدومينتلي ايه، بتبقى ابر ايه، ابر لو بريدومينت. صح. خلاص. في العيان ده عنده سنتر لوبلر، وفي حاجات اطراف شويه ممكن تبقى بارا سيبتا الايه، بارا سيبتا الانفيزيما. طيب، واحنا زين لقينا الليجن ده بالظبط، ده ماس ليجن صح، في سبيكيريشن زي ما احنا شايفين كده خلاص، ليه سبيكيريتد اوت لاين، و شيلد على السراوندنج، وعامل تراكشن على بص على على البلورال، عامل زي تراكشن على البلورال. فبالتالي في كل الكرايتيريا بتاعت الماليجنس. يبقى ده مثال على البرونكوجينيك كارسينوما. البرونكوجينيك كارسينوما دي نديول او ماس فيها كرايتيريا اوف ماليجنس اللي احنا اتفقنا عليها. فده المنظر ده البرونكوجينيك. ولو احنا لو كنت فاكره اي نوع من انواع البرونكوجينيك اللي بيبقى جاي بتاع اللي بيبقى في اللنج بيبقى مش السكوين، بيبقى الادينوكارسينوما. ريفرش بالظبط، اللي بيبقى موجود في البرينك بتاع اللنج بتبقى هايلي بالظبط خلاص. فده مثال اكتر على الادينوكارسينوما. مش مهم، مش مهم النوع، المهم ذيس از مالجنت ليجنز بالمونري نيديول. لا لا، هي برونكوجينيك نيوبلاستيك، برونكوجينيك كارسينوما از كونسيدرد فور هيستوباثولوجيك او كورليشن خلاص. فده مثال على برونكوجينيك كارسينوما. لازم نفر اللنج تاني عشان بقيه اللنج نشوف فيها ميتاستاسيس تانية. نبص على الابر ابدومينال كالس هيباتيك فوكال ليجن، نبص على الادرينالز سوبر ادرينالز، ده مهم. فده مثال على الايه، برونكوجينيك كارسينوما.
دي حالة من ضمن الحالات برضو الحلوة يعني. ده ليجن، ده عيانة أو عيانة كجاب شيكي من ديسنيا، وهي كان ميلي ديسنيا. فعملنا الفحص ده لقينا ايه؟ لقينا المناظر دي. ايه المناظر دي؟ مين يجيبها لك؟ كون لا لا مش مين يبقى كون كون الامج صح. الحاجات دي شايف الحاجات دي البريفرال السب بلورال الشبكة اللي موجودة صح؟ في شبكة، تحس إن في شبكة صغيرة موجودة. الشبكة دي عبارة عن، طيب خلينا واحدة واحدة قبل ما نقول الشبكة اللي موجودة دي، ده معناها إيه؟ الانترستيشن هو الانترلوبر بالظبط. ده ثيكنينج، للانترلوبر سيبتي صح؟ بالظبط. ففي الآخر الثيكنينج للانترلوبر سيبتي ده معناه إن الانترستيشن ديزيز صح؟ ففي هنا ديزيز انترستيشن خلاص؟ طيب هل ينفع تحط طبعا الانترستيشن لانج ديزيز؟ ما هو الديزيز بتاع الانترستيشن في كتير قوي يعملوا ديزيز انترستيشن. هل ينفع يتحط طبعا الانترستيشن لانج ديزيز اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم انترستيشن نيومونياز اللي احنا اتكلمنا عليهم؟ ابص على هل ليه سايت اوف بريدليكشن ولا لا؟ بايلاترال وسيمتريكال ولا لا؟ خلاص؟ فبصيت لقيتهم ان هم ليهم سايت اوف بريدليكشن ان هم بريدوماتلي بيزل، و سب بلورال ان ايه؟ سب بلورال ان لوكيشن خلاص؟ ليهم سب بلورال ان لوكيشن، وكمان شويه ميالين ان هم يخشوا جوه الايه؟ جوه الفيشرز بتوع الايه او الاساسيس بتوع الايه؟ بتوع البلور. طيب فدول ممكن يبقى انترستيشن او يوجوال انترستيشن او نيومونياز من ضمن الحاجات بتاعت اليوجوال انترستيشن. طبعا اليوجوال انترستيشن نيومونياز كتير جدا كتير جدا خلاص؟ طيب اشهرهم ايه؟ اشهرهم هو اليو اي بي. طيب هل ينفع تبقى يو اي بي؟ حقيقه مش شور، بس هقول لك مش this is not definite UIP. خلينا نقول this is not definite UIP. طيب بس تنفع تبقى possible UIP؟ تنفع، يعني انا ما اقدرش اقول عليها دي definite UIP، يبقى لازم الاقي فيه honeycomb. ما لقيتش honeycomb ممكن اقول عليها بالباترن بتاعها اللي هو ان هو predominantly basal، وان هو ديزيز ده انترستيشن، فده ممكن تبقى بوسيبل يو بي، ما تمنعش ان هي بوسيبل يو بي يو اي بي. طيب هل تنفع تبقى حاجات ثانيه؟ معظم الحاجات الثانيه ما ينفعش تبقى اورجانيزم نيمونيا. هي اورجانيزم نيمونيا اكتر تبقى كونسوليديشن، لو كنت فاكر في انواع ثانيه كتير بس الاكتر تبقى كونسوليديشن. والبريدومينت فيتشرز ممكن تبقى بريدومينت لوبر صح، بس خلينا في الاشهر هو ان هو this is a UIP pattern. طيب الحقيقه كمان في حاجه مهمه في الحاله دي مميزه جدا واضحه جدا في العين ده، اللي هو ايه؟ اللي هو ده ايه؟ اسوفيجس هنا باتيروس اسوفيجس غالبا العين دي سكليرودر، وده بالظبط this is a secondary UIP. عشان تبقى بالظبط بالظبط ده البروجنوزز احسن. حتى لو كنت فاكره البروجنوزز احسن في العينتو السكليرودرما او السكندري اي بي عن العينتو البرايمري اي بي، فعشان كده اليو اي بي هنا اللي موجود ده بسيط مش اكستنسيف مش الهاني كومبينج خلاص. فديس از سكندري، ده مثال على اليو اي بي. بص بنعرف بس في الاخر ده ديزيز انترستيشن. ما انا بقول لك دي حاجات، دي بحاجه بسيطه، ده مش الاكستريم فورم بتاع اليو اي بي ماشي. فده مثال على يو اي بي سكندري للسكليرو، العينه بتاعت السكليرو ده خلاص. دايما في العين بتوع الانترستيشن لانج ديزيز بصي على الاسوفيجاس، لان تكسكلود السكندري هي سكندري يو اي بي ماشي. كونسوليديشن اكتر خلاص. ولان لو كنت فاكره كان المين فيتشرز بتاعتها ان هي تبقى كونسوليديشن لازقين على الحيطه ماشي. في باترنز تانيين مثلا زي الريفرس هالوسايد او البان لوبيار تايب اللي هو بيبقى عامل كونسوليديشن ثيك واخد شكل اركيد، لو كنت فاكره الحاجات دي اكتر في العينين بتوع الاورجانيزم ماشي.
كده. ده عيان صغير في السن خلاص وجاي بيشتكي من ريكارنت شيست انفكشن، يعني دايما بقاء كف واكسبكتوريشن والكلام ده. كويس في سيستم كويس كويس في هنا انت قلت ان ده سيستيك ليجنز موجودين ان ده ابر لوب تقريبا ان ده ابر لوب ابر لوب بريدومينانت خلاص سيستيك ليجن. ليه قلت سيستيك ليجن؟ لان ده حاجات سوداء خلاص وليها هول ليها هول. طيب قبل ما نقول ان ده سيستيك ليجن ولا لا لازم نكسكلود ان ده يكون سيستيك برونكيت، ده حاجه مهمه. طيب اكسكلود ازاي ده سيستيك برونكيت؟ ابص على الاسس ده واحد، تاني حاجه ابص على السيستات دي هل هي مطوله ومكمله مع بتتفرد يعني لما ابص عليها في الكورونا او لا ومكمله مع البرونكس ولا لا خلاص، ودي حاجه مهمه. طيب انا هبص عليها في الكورونا ايه رايك في السيستيك ليجنز اللي موجودين؟ هل ده بقى سيستيك ليجن؟ لا سرفلت بالظبط. ولو لقيناها لقيه ان هو مكمل مع البرونكس شايفه وبي برانش بي برانش وبالتالي ذيس از اسيستيك برونكيك تشينج. وبالتالي دي حاجه مهمه، بص المنظر ده كله مكمل مع كوميونيكيتنج مع بعض. دي حاجه مهمه فعلا ان قبل ما اقول ان ذيس از سيستيك ليجنز ان ذا لانج وخش في الديفرنشال دايجنوز بتاع سيستيك لانج ديزيز لازم اتاكد ان هي دي نوت اسيستيك برونكيك. سو اتنين ديفرنشال دايجنوز مهم خلاص عرفنا ازاي ان انا بقلبهم كرونر واشوفهم هل هم مكملين برانشنج تيوبيلر تحولوا الى تيوبيلر لايك زي كده، فده اكتر ما هي تكون برونكيتس. وبالتالي الديفرنشال قلب من سيستيك ليجن الى سيستيك برونكيتس او برونكي الديفرنشال بتاع برونكيتس. طيب الديفرنشال بتاع برونكيتس كان بينقسموا على حسب ايه؟ ايوه بالظبط فين برودكشن بتاع اذا كان ده ابر لوب ولا ميدل لوب ولا لوور لوب. في الحاله دي اذا الابر لوب برودكشن كان اسبابه ايه؟ فاكر لو سيستيك فايبروز صح الرجي بروك برمنر ريسبوز بوست تي تي بي او اوت سيركل. طيب هل نكسكلود واحده واحده ونوصل للدايجنوز؟ هل ينفع ده يكون بوست تي بي او بوست سيركل؟ بالظبط مش شايفه فايبروز اصلا، يعني دايما البرونكيتس اللي بيبقى سكند ليه ال تي بي او سيركويد بيبقى سيكندري بي تراكشن بروكيكتس، فتلاقي فايبوزنيل ابيض كتير قوي، تلاقي فيه البانز كتيره دي اللي موجوده اكتر هو اللي واخده عينك ومعاها تراكشن بروكيكتس. انما هنا انا شايف بروكيكتس هو البريدومينت فيتشرز، الحاجات البيضاء دي مش قوي ومش شايفين الحاجات التانية بقى، مفيش لينك نودز مفيش كالسيفايد. فبالتالي ده مش 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 تي بي او جرانيولز. طيب هل ينفع يبقى الرجي برونكو برمنج اسبرجيلوز؟ لا مفيش الايه برونكوسيل، ده اهم حاجه البرونكوسيل الهايبرنس دي مش موجود. طب هل ينفع يبقى سيستيك فايبروز؟ الحقيقه في العيان الصغيرين دول لازم نحط البوسيبيليتي بتاع انه يكون سيستيك فايبروز، ولازم نبص على البنكرياس. الحقيقه هنا البنكرياس كويس بس في حاله من الحالات اللي هي للاسف ما جبتهاش معايا كان فيها البنكرياس امبليفايد خالص فاتي اكل. فهنا البنكرياس كويس بس هنا انا في الحاله دي هحط البوسيبيليتي اوف سيستيك فايبروز رقم واحد خلاص اسجست. لو لقيت الفاتي اتروفي خلاص كنت هقول ذيس از سيستيك فايبروز من غير سجستنس كونسيدر سيستيك فايبروز، بس هنا ما لقيتش اسجستنس تاني هسجست سيستيك فايبروز فور كرينج كونديشن، يعني بقى الاذر ايه الاذر لاب تيستس والحاجات بتاعت الايه بتاعت سيستيك فايبروز خلاص. ده الالجوريزم بتاع الايه بتاع البنكرياس ماشي. دي حالة من الحالات اللي المفروض تكون سبوتنج يعني. يعني 35 سنة. شايفة ايه طيب؟ وصفة. طيب هل ده افيوجن ولا ميس يعني نورال سيجنال ولا هنقيس بس هو الحقيقه يعني ده مش منظر فلويد
اه ده 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 فلويد، ده مش ده مش فلويد يعني، ده اتز ا سوفت تشو ميال اكتر، ده الدنسيتي عاليه قوي ان هو يكون فلويد. فده سيركمفرنشال بلورال ثيكنينج موجود. سيركمفرنشال بلورال ثيكنينج ده عامل ماونتنج تو ماس فورميشن، سير مالي كل البلورال سيس، واخد كل البلورال سيس، سو اتز ا ميزوفيل. اه ما دام لقيت سيركمفرنشال بلورال ثيكنينج واخد كل البلورال، يبقى this is a mesothelioma ما لهاش differential diagnosis خلاص. يبقى ده مثال على الميزوثيليوما circumferential pleural thickening، واخد حتى الفيشر، واخد البلورال الموجوده في الفيشر خلاص. فده circumferential pleural thickening موجود. مهم ان احنا نبص على اذا كان معاها metastasis، اذا كان معاها lymph nodes خلاص. آه الحقيقه شايف لو شايفه هنا في هنا thickening البانس كده موجوده، الريجلر بانس موجوده هنا. فالريجلر بانس اللي موجوده دي بدات تاخد شكل الهيكسوجونال ستراكشرز اللي هو بتاع السكندري بالمونوليبيول، فده انترستيشن. العين بتوع مالجنسي سكندنج اوف ذا انترستيشن ده مقلق بالنسبه لنا. ليه؟ لان ده ليمفوجيتس كارسينوتوز بالظبط. فدايما العينين بتوع مالجنسي بص على ثيكننج انترستيشن، بص على الفيشر، بص على السكندري بالمونوليبيول. الحاجات دي مهمه جدا، لان thickened interstitial in a primary malignancy ده غالبا lymphatic spread lymphocytes carcinomatosis. طيب smooth ولا nodular؟ ما اشترطش nodular reacted الموضوع، بس smooth ما ينفيش. من ضمن الحاجات المشهوره للsmooth thickening of the interstitial lymphocytes carcinomatosis وجود النودولاريتي، قوي جدا الدايجنوس اوف lymphocytes. بس في عيان زي ده وجود thickening of the interstitial لازم احط الليمفاجيتس كارسينوماتوز رقم واحد حتى لو هو سموث. ماشي. ده برضو عيان كبير شوية في السن وكان مدخن يعني خلاص. شايفة ايه؟ صح، في هايلر ماس موجود اهو. الهايلر ماس الموجودة دي لازم من ضمن الحاجات اللي ببص عليها ايه الريليشن بتاعتها للبرونس صح؟ عشان بالظبط. لا مش السجن، يعني مش تبقى تقول وانت متاكد ان this is a malignant lesion، شوف العلاقه بتاعتها مع البرونكس. الهايلر ليجنز ده اللي بيعمل ابرابت كاليبر تشينج للبرونكس ده من ضمن الحاجات اللي بتقلق جدا بالظبط. فلو بصينا هنا شايف البرونكس اهي دي، وبعد كده هوب هوب اتقفل، فمفيش برونكس. فالليجنز الموجود بالرغم مع الكريتيريا ان هو في سبيكيوليشن وكده وكل الحاجات دي، بص على البرونكس عشان ده مهم جدا. في وانت بتقولي ان هو ذيس از برونكوجينيك تبقى مطمنه وانت بتقولي ذيس از برونكوجينيك. فده مثال على الهايلر او السنتر برونكوجينيك كارسينوما اللي هي مثال على السكوينس سيل كارسينوما بالظبط. تمام. طيب العيان ده كمان لو دورت لك كرونال ايمجز بصي في الكرونال ايمجز هنا بالظبط بالظبط. طيب واحده واحده قبل ما نبدا ده بانكوس، هل الليجن ده او في الابر لوب ده ممكن يكون حاجه ثانيه غير ان هو يكون بانكوس؟ احنا عارفين ان الليجن هايبر وعامل اف اف البرونكس. طيب ايه اللي ممكن يبقى ديستال لل بتاع ده؟
مثلا؟ لا مش ثيرويد يعني اقصد بصي انت الليجن هنا بالظبط فده غالبا كده بالظبط غالبا لو كنت فاكر حتى مثال كتير جدا ان هو دايما هايلر بيبقى معاها ايه يبقى ديستا ليها بيبقى معاها لانج كولابس لياكد ان هو كولابس لو بصيتي على المارجن بتاع بيبقى فيري ويل ديفاين ده فيشر اللي هو اتسحب لفوق خلاص فده حتى في الاكس راي بيبقى ليها ساين كنت فاكرين الاوبليك الاوبليك هو اللي طلع لفوق خلاص ف هي بيبقى المنظر ده بتدي منظر هو في البتاع بيبقى الاس شيب اللي هو جولدن لو كنت فاكر جولدن اس ساين في الاكس راي خلاص بس الاس ساين بيبقى الماس هنا بيبقى جزء منها الماس وجزء منها اللور بوردر بتاع الكولابس يعني يعني ده اللور بوردر بتاعها اللي هو كولابس وبعدين البلجنج ده اللي هو عباره عن الماس اللي موجود فبيبقى يدي منظر الماس اللي موجود هنا تدي هنا ده اس اس ايه منظر بتاع الاس مش مهم يعني هو ده مش قضيه انا بفكرك بس على ان هو الديستال ليه بيبقى كولابس كتير جدا ما بقاش عارفين زي ما انت بتقولي فين الماس فين الكولابس هل ده كله كولابس كولابس ما بقاش نقدرش عشان كده بنقول ان في ماس وميرجنج مع ديستال كولابس خلاص اللي يقدر يوضح هو البيت البيت الماس ليجن بتاخد اكتف او افيد ابتيك والكولابس مش هياخد الايه الافيد ابتيك بتاع الايه بتاع الماس ليجن خلاص ده المثال برضو على كده ولازم نبص على الايه على الاذر بالظبط شايفه هنا كمان العيان ده مالتيبل مايلوما جوز العيان ده مرشح في كل حاجه العيان ده عنده ايه هنا بلورال افيوجن ويونيلاترال وانسيستد فممكن يبقى برضو مالجنانت بلورال افيوجن خلاص عنده كمان بيريكاردال افيوجن ده مثال برضو على الايه على ممكن يبقى مالجنانت بيريكاردال افيوجن ونبص على الهيباتيك فوكال ليجن اذر ايه اذر سوبرانيال اذر ليجنز موجودين في الايه في اي حته فده مثال على السنتر بروكوجينيك اللي هي السكويما سيركلسوما واللي بعت ايه اذر بلاستكس خلاص احنا كده تقريبا قفلنا معظم الحاجات بتاعت الشيست خلاص يعني طبعا مش هقدر اجمع كل الشيست في المحاضره يعني بس دي اكتر الحاجات المهمه والكومن واللي نقدر ننتربريت المره الجايه هنبقى نعمل حاجات في الكارديو ان شاء الله يعني وكارديو باص في دار يعني وبعد كده هيبقى الامتحانات امتحان بتاع الشيست وامتحان بتاع يعني هتبقى سبوت مش هتبقى حاجات رخمه ان شاء الله. طيب.